هل تحلمون دائما بالقيام بجولة على سطح القمر؟ الأمر يبدو ممكنا بفضل سفارة القمر في العاصمة التشيكية براغ، فهنا يمكن شراء قطعة من القمر مقابل مجموعة من القطع النقدية التي تصدرها مملكة أيليت، التي التقينا بكل من مستشارها وملكها. 12 يورو مقابل 100 لونرز. ماذا يمكنني أن أشتري بهذا المبلغ؟ يمكن شراء 400 متر مربع من الأراضي على سطح القمر أو بعض النيازك. جميع العملات الأخرى تكافح في خضم أزمة اقتصادية غير مفهومة تماما، أمر دفع إلى طبع كميات ضخمة من النقود في عدة أماكن لكنها لم تعد لها أي قيمة. عملتنا الكرونا تطبع بكميات صغيرة، ما يجعلها أكثر قيمة من جميع العملات الأخرى في العالم. هل سينضم القمر إلى منطقة اليورو؟ مثل القمر، لا شعبية لليورو في جمهورية تشيك التي لا تزال متشبثة بعملتها المحلية الكرونا. الأزمة دفعت الحكومة إلى تأجيل النظر في هذه المسألة الشائكة إلى العام 2015. الخبير الاقتصادي بيتر ماخ، الذي كان مستشارا للرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس، جعل من رفض اليورو أحد المحاور الرئيسية لحملة حزبه الجديد المواطنون الأحرار، مذكرا بثلاثة أسباب أساسية. وجود عملة وطنية في حالة ركود يعد أمرا جيدا، لأن عملتنا الخاصة يمكن أن تنخفض، وهذا من شأنه أن يساعد المصدرين. إذا كنا لا نرغب في أن نكون جزءا من اتحاد مالي أو سياسي، ينبغي علينا أن نتجنب اعتماد اليورو. وإذا كنا لا نريد أن ندفع مليارات اليوروهات لليونان أو البرتغال أو إسبانيا، ينبغي علينا أن نحافظ على عملتنا الوطنية. توماس سادلاتشيك، الذي كان مستشاراً اقتصادياً للرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافل، يعد من أشد المدافعين عن التوجه الأوروبي، وهو يرى أن براغ باتت اليوم بعيدة عن معايير ماستريخت. على المدى الطويل أعتقد أننا خاسرون، سوف يؤثر هذا على أدائنا الاقتصادي على المدى الطويل. المستثمرون المهتمون بهذه المنطقة سيفضلون البلد الذي يعتمد اليورو. الرأي العام الشعبي يرى أن اليورو هو المسؤول عن أزمة اليونان. أنا دائما أقول إن الأمر لا علاقة له باليورو، لكن الأزمة سببها السياسة المالية غير المسؤولة للحكومة اليونانية. وحتى إن لم تكن اليونان في منطقة اليورو، سيكون لزاما علينا أن نساعدها على أي حال، كما ساعدنا المجر ودولا أخرى. حتى ولو كانت الصين أعلنت إفلاسها، فإنه من مصلحة الأوروبيين والأمريكيين أن يقدموا لها المساعدة. في مدينة غومبولاتس الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من براغ، يقع مصنع الجعة العائلي برنار، الذي يصدر منتجاته في أكثر من 20 بلدا في العالم. عندما أخذنا موعداً مع صاحب هذا المصنع، لم يتردد في الإعراب عن أسفه للخسائر المرتبطة بتقلب العملة التشيكية، لكن بعد أيام قليلة بدأ رده أكثر اعتدالاً. ميزة اليورو تكمن في عدم مراقبة تقلبات تبادل العملة بين الكرونا واليورو. الصادرات تكون أبسط بكثير في حال وجود عملة مشتركة، لكن العيوب واضحة. اليورو ليس عملة مستقرة عندما ننظر لما يحدث الآن في منطقة اليورو. إذا ما دخلت أحد الاقتصادات الكبرى مرحلة المديونية المفرطة لتجد نفسها في وضعية اليونان، عندها ستصبح الأمور معقدة للغاية بالنسبة لمنطقة اليورو بأكملها. توميو أوكامورا يعد نجما في جمهورية تشيك. رجل الأعمال التشيكي الياباني يمثل منظمة وكالات الأصفار ومنظم الرحلات السياحية في البلاد. أوكامورا يشدد على وجود انقسام داخل القطاع السياحي بخصوص اعتماد اليورو.
من وجهة نظر قطاع السياحة الذي يستقبل الزبائن الأجانب، نرغب حقا في الدخول إلى منطقة اليورو. لقد عانينا من ضغوط اقتصادية هائلة في السنوات الأخيرة، لأنه يجب على الشركات التشيكية المستقبلة أن تعطي أسعارها باليورو وبصفة مسبقة لشركائها الأجانب. يمكننا أن نتصور مثلا أن سعر اليورو يقدر ب 25 كرونة، لكن في حال كانت الكرونة قوية كما كان الحال في السنوات الماضية، فإن المعادلة ستتغير لتصبح حوالي 22 كرونة لليورو الواحد. لقد عانينا من خسائر فادحة. بطبيعة الحال منظمو الرحلات السياحية الذين يعملون مع عملاء من جمهورية التشيك لهم رأي مختلف. There is opinion different. كان لنا موعد مع الفرع التشيكي من البنك الفرنسي الشركة العامة. ميروسلاف فراير أعد تقريرا قارن فيه بين الاقتصاد التشيكي والاقتصاد السلوفاكي على ضوء اعتماد سلوفاكيا لليورو. النتيجة التي خلص إليها هي أن بعض القطاعات استفادت من الكورونا التشيكية والبعض الآخر يعاني، كما هو الحال مع اليورو في سلوفاكيا. بالتأكيد لا يمكن أن نقول اليوم إنه من الأفضل أن تكون لنا عملتنا الخاصة أو أنه من الأفضل أن نعتمد اليورو. الفرق الكبير الذي وجدناه بين البلدين كان على مستوى الأسواق المالية، حيث استفادت سلوفاكيا كثيرا من اليورو. ارتفاع سوق السندات وبالتالي المديونية كان أعلى بكثير في جمهورية التشيك مقارنة بسلوفاكيا. أعتقد أن ذلك يعود لكون البلد الذي يدفع تعاملاته باليورو عادة ما ينظر إليه على أنه بلد تقل فيه المخاطر حسب المستثمرين. لكن على جمهورية التشيك حل مشكلة العجز المالي أولا قبل أن تتحدث عن تاريخ الالتحاق بمنطقة اليورو. مطلب يبدو ملحا لدى الرأي العام من مسألة اعتماد اليورو. تغيير السياسيين عنوان أغنية لمجموعة نايتورك، وهو شعار حركة المدنية النشطة خلال حملة التشريعيات. عندما سألنا عضوين من المجموعة هل يجب تغيير العملة، كان الرد غير متوقع. أحدهم قال لي: لماذا جمهورية التشيك لم تعتمد اليورو بعد؟ لأن السياسيين كسبوا الكثير من الأموال بفضل الفساد، مليارات لا يمكنهم تبييضها بسهولة، بالتالي فهم يضغطون لكي نرفض اليورو. من المحتمل أن يكون ذلك صحيحا، ربما الأمر كذلك. أعرف أن هناك معايير لابد للدول المرشحة الالتزام بها، لكن قد يكون هناك بعض نوايا شخصية. هل سجلت كلامي؟ نعم. حسنا، يمكنك استخدامه، ربما سأقتل غدا.